هذا سائل يقول: رجل لبس الجورب ولم يكن طاهرا. رجل لبس الجورب، الجمرة، الجورب، ايه، ولم يكن طاهرا ناسيا، ومسح في صلاتي الظهر والعصر، وتذكر في اليوم التالي، ماذا عليه؟ عليه يعيد الصلاة، لأن مسحه غير صحيح، لأنه لبس على غير طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعهما. لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه عليه الصلاة والسلام قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم.